أكد مدير مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي أن المكتبة تدخل عامها العشرين وهي تحتل مكانتها البارزة بين المؤسسات الثقافية العالمية. وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية في كلمة له بمناسبة الاحتفال بمرور 20 عاما على إنشاء مكتبة الإسكندرية، أضاف أن الاحتفال يعيد إحياء المكتبة. بعيد إحياء المكتبة يعد تعبيرا عن دورها الرائد في حفظ التراث وتنمية الإبداع وتكسير الفجوة بين الأمم والشعوب، مشيرا إلى أنها تصل شعوب المتوسط والعمق الأفريقي، إضافة إلى البعد العربي والدولي.